إذن بعد غياب لأكثر من سنتين ستعود الروح من جديد إلى ملاعب العاصمة بعد قرار السماح بفتح المدرجات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميلة نور الهدى بوشوخ. أخيراً وبعد طول انتظار ستشهد ملاعب العاصمة في المنافسات المحلية عودة الروح إلى المدرجات بعد غياب دام أكثر من 27 شهراً بسبب تداعيات فيروس كورونا. سنتين غاب فيهما الحماس الجماهيري عن مدرجات ملاعب العاصمة قبل أن يأتي الفرج أخيراً والخبر السار في بيان وزارة الشباب والرياضة الذي أعلن عن السماح بعودة الأنصار إلى ملعب 5 جويلية. فيما سيتواصل غياب غلق مدرجات ملعبي 20 أوت بالعناصر وملعب القبة إلى غاية اكتمال أشغال إعادة التهيئة التقنية. ومن محاسن الصدف أن عودة الأنصار إلى ملاعب العاصمة في البطولة تتزامن مع أكبر دربي في الجزائر الذي سيجمع المولودية والاتحاد يوم الأحد المقبل. ديربي سيستعيد روحه التي غابت عنه لأزيد من سنتين والتي جعلت منه أحد أفضل الدربيات في إفريقيا والوطن العربي. ديربي سيرسم فيه عشاق المولودية والاتحاد دون شك أجمل اللوحات الفنية كما عودونا دائماً.